هؤلاء مؤيدون لإسرائيل يعتدون بالضرب على متضامن مع غزة في جامعة كاليفورنيا، وهذا محام أمريكي وأستاذ قانون في جامعة هارفارد سابقاً، يتحدث عن كيفية إسكات صوت المحتجين في الجامعات. We will sue them and we will get their dorm rooms taken away and we will take their cars and we'll bankrupt them. طيب، هل هذا مجرد كلام أم أن المحتجين يواجهونه فعلاً؟ لنفكك استهداف إسرائيل ومناصريها الممنهج للمحتجين عليها في الجامعات الأمريكية. يزعم أنصار إسرائيل بالولايات المتحدة أن دعوات حركة مقاطعة الاحتلال ومعاداة الصهيونية هما في جوهرهما معاداة للسامية، ويضعون استراتيجيات لمواجهة ذلك ويتحدثون بها علناً. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية نشرت تقريراً أوضحت فيه آلية مواجهة المؤسسات الإسرائيلية الحراك الجامعي الأمريكي، ويكون ذلك بالضغط على المحتجين اقتصادياً واعتبارهم غير مؤهلين للعمل والتواصل مع النقابات المهنية الأمريكية لتطبيق ذلك، أسلوب يشكل ضغطاً على الجامعات لأن تقليل فرص عمل طلابها يؤدي للإضرار بتصنيفها. الضغط على المحتجين وصل أيضاً في بعض الحالات للتهديد بالقتل. أساليب الترهيب هذه تستخدم لتطبيقها عدة أدوات، منها مثلاً موقع اسمه كناري ميشن الذي ينشر أسماء الطلاب والأساتذة المناصرين لفلسطين لتسهل معرفتهم وتطبيق العقوبات عليهم وتخويفهم. وهذا الموقع بالمناسبة يشمل التشهير بسياسيين وصحفيين لمناهضتهم للاحتلال الإسرائيلي. ومن ذلك أيضاً تحالف إسرائيل من أجل الحرم الجامعي، حيث استخدم هذا التحالف المرتبط بكل من الموساد الإسرائيلي واللوب الصهيوني آيباك مخبرين بين الطلاب لجمع معلومات عن الطلاب والجماعات المؤيدة لفلسطين. كل هذا فضلاً عن استراتيجية يستخدمها أنصار إسرائيل بتمرير قوانين تعيق تطبيق مطلب سحب الاستثمارات من الاحتلال، وحملة في الصحافة الأمريكية تشكك في جدوى هذا المطلب أساساً. ولكن هل هذه الاستراتيجيات وليدة اللحظة؟ لا بالطبع، فمنذ سبعينيات القرن الماضي استشعرت إسرائيل خطر التضامن مع فلسطين في الجامعات الأمريكية، فأطلقت برامج تعمل على تحسين صورة إسرائيل والتشهير بالمناهضين لممارساتها، إلا أن كل ذلك لم يأتي بالنتيجة المطلوبة، فالتضامن مع فلسطين في الجامعات الأمريكية بدأ يظهر أكثر مع تصاعد أعمال العنف التي شنها الاحتلال في الانتفاضة الفلسطينية الثانية. فعاودت إسرائيل تطوير استراتيجياتها وكانت تزيد الميزانيات المخصصة لذلك عاماً تلو آخر. بس هل فاد هذا الموضوع بشيء؟ ما يحدث الآن لا يوحي بذلك، وباعتراف الأمريكيين حلفاء إسرائيل أنفسهم. Typically the Israelis are good at PR. What's happened here? How have they and we been so ineffective at communicating the realities there and our point of view? The way this has played out on social media has dominated the narrative.